واحد من رواد الطب النفسي عربياً، تميز في برامج التنمية الذاتية، تخصص في علاج الأزمات النفسية وأخطاء التفكير. المشكلة النفسية دي عاملة زي كرة التلج، إذا سكتنا عليها وتفاقمت تكبر تبقى اضطراب نفسي. أبدع في العلاجات الزوجية والإرشاد الأسري، هدفي علاج الناس بدون ما اديهم دواء. الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسي والصحة النفسية. طول الوقت أنا ببتكر أفكار جديدة لنفع النفوس العديدة اللي بنشوفها. يقدم مع أيمن عدلي كشف الحالة النفسية للمصريين، كيف يتعاملون مع الأزمات. كفاية قوي إن تحمل هذه الصعاب على مدار حقبات متتالية ولسه الشعب ده مكمل ومثابر. تجربته مع علم النفس الإيجابي، كنت ببقى شايف إن كل صعوبة بتظهر هي رسالة من ربنا إنك لازم تكمل. روشتة السعادة في مواجهة تحديات الحياة، مخلوق علشان تنجح من أول ما اتولدت وانت بتستمتع بالفشل، تيجي تتعلم تقف ودلوقتي بقى أسهل حاجة إنك تمشي، تتعلم الكلام سنتين دلوقتي أسهل حاجة إنك تتكلم، كل ما تظنه صعب تذكر اتعلمت الكلام في قد إيه وتعلمت المشي في قد إيه. الدكتور أحمد هارون، ما تلتفتش للي بيقول عنك إن أنت مش هتقدر، لما تقدر هو هيقول عنك أنت إزاي قدرت. في حوار خاص مع أيمن عدلي لبرنامج كنوز الوطن على أخبار مصر.